عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل اختبار الأضواء على الوحدة الثالثة الصف السادس الابتدائي، معكم مس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة. عدد حدود المقدار الجبري، عايز عدد حدود المقدار الجبري. هنا ده حد وده حد وده حد وده حد، بنعد الحدود 1 2 3 4، يبقى 4 حدود. قيمة التعبير العددي 4 2 في 3 زائد 5 في 4 ناقص 1. طبعا هنحل القوس الأول، 4 ناقص 1 هيديني 3، 3 دي مضروبة في الخمسة وادي 3 في 2، تمام. هنضرب 2 في 3 ب6 زائد 3 في 5 ب15، وهنجمع 15 و6 هيديني 21. ونشوف السؤال رقم 3، المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي، مجموع 2 و5 مضروبا في ان، 2 زائد 5 هجمع 5 و2 واحطهم في قوس، مضروبا في ان، او ممكن ما اكتبش الفي، خلاص فين 5 وان اهي. يبقى الاختيار رقم ب، الصورة الأسية 5 أس 3، 5 أس 3 يعني 5 اتضربت في نفسها 3 مرات ب125، بس هو مش عايز الناتج. العدد الذي رقم أحده 0 أو 5 يقبل الاسم على الخمسة، 0 أو 5 بيقبل الاسم على الخمسة. 2 و3 ينتمي إلى مجموعة الأعداد كسر، كسر ينتمي لأعداد النسبية. السؤال رقم 7، المقدار الجبري الذي يمثل عدد واي مضاف إليه 5، واي مضاف إليه يعني زائد زائد 5، يبقى واي زائد 5. سؤال ثانيا، أكمل مئتي العدد السابق مباشرة للسالب 7، السابق يعني اللي قبله، اللي قبله بس احنا في السالب بنمشي بالعكس، يبقى هناخد السالب 8. المعامل في المقدار الجبري، المعامل اللي هو الرقم، الرقم اللي هو 3. الحدود المتشابهة في المقدار الجبري، 2y زائد 3x زائد 3y زائد 5، المتشابه اللي هي الرموز اللي شكل بعض، هنا 2y وهنا 3y، ملكش دعوة بالرقم، أهم حاجة الرمز. عدد حدود المقدار الجبري 9 زائد 3t زائد 7 زائد m زائد 2، عدد حدود عد 1 2 3 4 5، كده 5. سؤال رقم 12، العدد الذي جميع عوامله الأولية، قال لي العدد وجاب لي الأولية اضربهم في بعض، 2 في 2 في 3، 2 في 2 ب4، 3 في 4 ب12. المعكوس الجمع للعدد سالب 5، العدد ده معناه أصلا 5، عايز معكوس الجمع للخمسة سالب 5. قيمة المقدار الجبري A زائد 6 على 3، إذا كانت الـ A بيساوي 5، شيل الـ A وحط 5 زائد 6 على 3. هنقسم الأول، سيب الخمسة زي ما هي، 6 على 3 هتديني 2، 2 و5 هيديني 7. ليه جت قيمة المقدار الجبري 15 على 5 زائد 4؟ هنبدأ بالقسمة، أول حاجة جاية القسمة، يبقى أبدأ بالقسمة. ندخل على الصفحة، اختر الإجابة الصحيحة. قيمة التعبير العددي هنا 2 في 3 زائد 6 وفتح قوس 25 على 5، حل القوس الأول، 25 على 5 فيها الـ5 في، طبعا دي مضروبة، 6 زائد 3 في 2، تمام. 2 في 3 ب6 زائد الـ5 في 6 ب30، 30 و6 36، يبقى الاختيار رقم ألف. سؤال رقم 17، الثابت في المقدار، الثابت اللي هو الرقم اللي بدون رمز اللي هي 3، العامل المشترك الأكبر لعددين 7 و5، العامل هناخد 7 في 1 عدد أولي، والخمسة 5 في 1 عدد اولي، العامل اللي اتكرر فوق وتحت اللي هو الواحد. طب لو المضاعف، لو المضاعف هضربهم في بعض. سؤال رقم 19، المعامل في المقدار الجبري، المعامل اللي هو الرقم اللي موجود مع الرمز، ادي الرمز وادي الرقم، طب اكتب 2، لا اكتب نص، ليه؟ لان الاتنين في المقام. نشوف السؤال رقم 20، سؤال رقم 20، المتغير في المقدار الجبري 2g زائد 8، يعني ايه المتغير؟ انا عندي الثابت وعندي المتغير، الثابت اللي هو الرقم، المتغير اللي هو المجهول اللي هو الجي، ده بقول عليه المتغير، الاتنين دي بقول عليها معامل الحد الجبري، التمانية دي بقول عليها الثابت. السؤال اللي بعده، سؤال رقم 21، اي من المقادير الجبرية الاتية مكافئ المقدار الجبري 4d زائد 15؟ تعال نحل، هنا 2 في 2 ب4، 4d زائد 15، من اول واحدة كده الاول اختياري، 2 في 2، طيب نجرب هنا، لا هنا شوف هنا بقى الفرق بين دي ودي، هتضرب 2 في 2 وهتضرب 2 في 15، هنا هتضرب 4 في 4 دي وتضرب 4 في 15 ب20، هنا 4 دي زائد 5، تمام. يبقى الاختيار رقم ألف،
السؤال اللي بعده سؤال رقم 22، اذا كان العدد A يقع على يمين البي، يمين يعني الA ده اكبر من البي، خلاص الA هو الكبير، كاتب الA للطرف الثاني يبقى ناخد اصغر منه. ندخل على سؤال الرابع، اوجد قيمة المقدار الجبري. هنا 9 نشيل البي وحط الخمسة، تمام، خلي 9 زي ما هي اهي، زائد هفتح القوس البي وخمسة تربيع يعني 5 في 5 ب25، زائد التلاتة على الاتنين، سيب التسعة زي ما هي، 25 وتلاتة يديني 28 على الاتنين، هنسيب التسعة برضو زي ما هي ونحل القسمة، 28 على الاتنين هتديني 14، هنجمع 14 وتسعة يديني 23. ونشوف السؤال اللي بعده، رتب الأعداد تنازلية. تنازلي يعني من الكبير، الكبير اللي هي الأعداد الموجبة، الأعداد الموجبة، تمام. القيمة المطلقة هتشيل السالب، يعني ده 10 وده 6 وده 7 وده 0، صفر ليس موجب وليس سالب بس أكبر من أي عدد سالب. الكبير عندي القيمة المطلقة سالب 10، أدي أول واحد. بعد كده الكبير عندي السبعة فاصلة السبعة، كده خدنا السبعة. بعد كده الكبير عندي القيمة المطلقة للست فاصلة، كده خلصنا الأعداد الموجبة، ناخد الصفر ونعمل الفاصلة بتاعتنا ونبدأ في الأعداد السالب. السالبة تنازليا من الكبير يبقى ناخد الرقم الصغير اللي هو سالب 8 وتلاتة من عشرة، وبعد كده فاصلة باخد السالب 9. ندخل على سؤال 25، أوجد ناتج 3 أس 2 زائد 12 على 6 ناقص 3 في 2، تمام، 3 أس 2 يعني 3 في 3، 3 في 3 ب 9 زائد 12 على 6 ناقص 3 في 2، تمام، حل القسمة الأول، سيب التسعة زي ما هي، 12 على 6 فيها ال 2 ناقص ال 2 في 3 ب 6، وتعالى نجمع، 9 و 2 11، 11 ناقص 6 هيساوي 5. ندخل على سؤال 26، آخر سؤال في الدرس، بيقول لي أوجد قيمة المقادير الجبرية الآتية باستخدام قيمتين موجبتين للمتغير من اختيارك. احنا اللي هنختار القيمة بتاعتنا، تعالى نختار الاكس قيمة الواحد والاكس التانية قيمة الاتنين، تبقى اسهل لك في الحل. اول حاجة هنشيل الاكس ونحط واحد، تمام، ادي الاتنين زي ما هي، افتح القوس هنشيل الاكس ونحط واحد زائد تلاتة وبره زائد واحد، تمام، الواحد وتلاتة هيدينا اربعة، اضرب الاربعة في اتنين، اتنين في اربعة بتمانية، تمانية ومعايا واحد بره يبقى تسعة، تمام، يبقى انا شلت الاكس حطيت واحد، واحد وتلاتة اربعة، اربعة دي مضروبة في الاتنين، الاتنين في اربعة بتمانية، لكن دي جمع تديني تسعة. شيل الاكس وحط، ادي الاتنين زي ما هي، شيل الاكس وحط اتنين زائد تلاتة، اقفل القوس واجمع بعديها واحد بعد ما نخلص، اتنين وتلاتة هيديني خمسة، خمسة في اتنين زائد واحد، اتنين في خمسة هيديني عشرة، عشرة وواحد هيديني حداشر، يبقى الناتج هنا 11. تعالى نعوض اليمة التانية، شيل الاكس وحط واحد، تلاتة في واحد بتلاتة، تلاتة زائد خمسة هيديني تمانية. هنا نشيل الاكس ونحط اتنين، تلاتة في اتنين زائد خمسة، اتنين في تلاتة بستة، ستة وخمسة هيديني 11، تمام، هنا تسعة وهنا تمانية، يبقى المقداران هنا غير متساويين، تمام. طيب هنا 11 وهنا 11، يبقى دول متساويين كده. الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الدرس والاختبار على الوحدة التالتة. ان شاء الله الفيديو القادم هنبدأ في المعادلات الوحدة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.